يا اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله في هذا المقطع وهو الجزء الرابع من الافتتاحيات. لاحظت انا ان الافتتاحيات باجزائها الثلاث ما زالت الى الان يعني من اكثر المقاطع مشاهده، فحبيت ان اسوي مقطع رابع ما دام انكم ما زلتوا تشوفون الافتتاحيات ويعني الحمد لله مستفيدين منها. شوفوا معي، اذا كان الخصم هو اللي يلعب الاول، الحين تاخذ الدامة كش تركب، الحالة غالبا ما يرجع شيخه إذا قال لك كش. إذا أكل بالدام هني يقول أكل ثنتين، طبعا إذا أكل هني راح يركب على هذه يأكل ويلف عليهم. إذا أكل هني وين ما يطب يدق على الشيخ، أما إذا أكل تحت يسوق وين ما يأكل كش يفتح كش. إذا أكل بالحجر أصبحت دامة الخصم محكومة إذا نقل مثلا أي نقلة، وبهالحالة يسلم الأسود. أيضا ممكن تأخذ بهالطريقة إذا كنت أنت اللي تلعب الأول، إذا نقل هالنقلة ممكن تعطيه ثلاث، تركب أيضا. هاي من اللعبات اللي يعني مو مضمون الفوز فيها، يعبر بشيخه إذا قال لك كش ادقص الدامة. من الدامات الناجحة
تصير باللعب. إذا نقل هالنقلة على أساس ما أعطي ثنتين واحدة يسدها، الحين تصير الدامة ثلاث لعبة زودها أربع، ولكن في الواقع زودها ثلاث، مجبور يعطيك واحدة على أساس ما تبط الراس عليه. حاول سوي له مقص تلعب، يعني كأنها دام تست ناجحة. دامة تصير بالافتتاحيات، الحين صارت اللعبة. وهي تعتبر من دامات الخمس. إذا أكل هني ثنتين يلعب هالنقلة، ياكل ويعطي واحدة. إذا أكل من هني ثنتين نفس الشيء، إذا سلم الدامة على طول يطلع دامة. حتى لو بدل هالرفعة هذه لو كانت كذي أيضا تصير نفس الأحوال، كلا ثنتين يلعب هالنقلة يعطيه واحدة. من الدامات الجميلة والغامضة تاكل دامته أول، ياكل وهو بدامته ثنتين، صارت دامة إخراج. وتلف على الحجار، لعبة جميلة تصير بالافتتاحيات للاعب القدير عماد الحجل، طالب منك كش.
من الدامات اللي دائما اخذها باللعب، والله ما اتذكر كم مرة خذيتها، من كثر ما خذيتها، بس لازم الخصم هو اللي يلعب الاول. الحين اذا رفع هذه او اذا رفع هذه، اذا رفع هذه تكشه هنا، والعكس بالعكس تكشه، غالبا ما يعني يسدون ما يركبون. انا اسوق على طول هذه، هو بعض اللاعبين يسوق هذه عساس يعني ما اقدر ارفع هذه. بالحالة اقول لك ايش، قليل منهم يركب، لكن الاكثرية يسد هالطريقة او هالطريقة. هنشوف اذا سد هالطريقة اسوق هذه. الحين اذا ساق هذه او اذا ساق هذه نفس الشيء تصير الدامة تنتين. ثلاث. اركب. ارد شيخه. اعطي واحدة. والف على هالاحجار. طبعا نجاحها مضمون، دامة زودها واحدة. في حال اذا ركب دامة بدامة اسوق هذه، بحيث اذا راح الراس او راح الراس اقص شيخة واحدة وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع. نلقاكم بإذن الله مع مقطع آخر. مع السلامة.